بس ما دخل في ال عشان نعرف الواقع ومعنا شباب الثورة بنسأل كنت فين يوم 25؟ التحرير كنت في التحرير كنت رايح تعمل ايه بقى في التحرير؟ كنت رايح يعني تلعب اتاري ولا تلعب جول؟ اضحك عليك بصراحة كنت يعني ايه وايد سكرين والله اللي هو الوجه دي شيء التلفزيون سينما انا اسمع اوف يعني كده بيبين بيوسع زاويه لا بيجيب لك الشاشه العريضه بتاعت الوايد زي ما بتعمل ستش بال شفت افلام الاجنبي تلاقيها كاب ورا بدل ما يزود